لا توجد هناك إرادة سياسية حقيقية في كثير من الحالات. بالنسبة للدول العربية على وجه الخصوص لا يوجد إدراك لأهمية وقيمة وجود المرأة جنبا إلى جنب الرجال في مواقع صنع القرار، وينظرون إلى المسألة باعتبارها إملاءات غربية أو تحديات شكلية، ويقدمون النساء كديكور ويحضرون المرأة الموالية المطيعة الخاضعة إلى آخره إلى مواقع صنع القرار، وتغيب المرأة القوية الحقيقية صاحبة وجهة النظر عن صنع القرار، وبالتالي يصبح القرار وكأنك لم تضع فيه مرأة وليس هنالك أي اختلاف بين المرأة والرجل.